بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة من خبز المطابع. خبز المطابع لهذا النهار بقناة أم درمان الفضائية، نستعرض من خلالها عددا من عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. حافل هذا الملف اليوم بتقاطعات وتجاذبات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السودانية. نسعد أن نقدم لكم هذه الخدمة من قناة أم درمان الفضائية في مبتدر هذه الساعة من أم درمان اليوم. نستعرض اليوم في خبز المطابع عدد من الأخبار، نبتدرها بقرار الحزب الشيوعي السوداني بذهاب الحكومة وإبعاد المكون العسكري أو بشقيها المدني والعسكري بتقديم استقالاتها. ونمضي في خبر آخر حول حركة المجتمع المدني السوداني، حيث طالبت بعض القوى في الطرق الصوفية بإسقاط النظام ووصفته بالنظام الفاشل. وهنالك ملف حول الارتباك في أول يوم من مزاولة العام الدراسي ومهاجمة أول تناحر الشرس بين مكونات الحركة الشعبية شمال بين القياديين ياسر عرمان وخميس جلاب. نبدأ هذه الحلقة بالخبر الأول، وهنالك ملف اليوم حول زيارة أو أصداء زيارة النائب الأول للمجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو لدولة قطر. نبدأ هذه الحلقة بخبر الأول حول الحزب الشيوعي السوداني الذي طالب الحكومة بشقيها المدني والعسكري بالاستقالة جملة واحدة هكذا. وبدأ الحزب الشيوعي في مناورات من داخل مجلس قوى الحرية والتغيير قبل الإعلان أو قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري بين يدي هذا الإعلان، وطالب الحزب الشيوعي بتقديم الاستقالة من قبل الحكومة بشقيها المدني والعسكري في خطوة وصفت بالتصعيد. في ملف هذا الخبر، ما هي الأسباب التي دعت الحزب الشيوعي للمطالبة بتقديم الاستقالة، ولماذا هنالك حالة من العداء وصفها المراقبون بين الحزب الشيوعي والمكون العسكري داخل الحكومة؟ وهل يخشى الحزب الشيوعي من تكرار التجربة المصرية في السودان؟ ومدى إمكانية تنفيذ تهديداته؟ وهل يملك جماهيرية كافية لأجل الضغط على هذه الحكومة في تنفيذ اشتراطاته؟ كلها أسئلة حتمية. نسعد بعد قليل أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ يحيى الحسين رئيس حزب البحث العربي أو البحث السوداني للإجابة على جملة استفسارات في هذه القضية، حيث تعذر علينا التواصل مع قادة الحزب الشيوعي السوداني. والحزب قال أن ميزانية العام الجاري تمضي على طريق سابقاتها في طريق إفقار الجماهير وتجويعها، واعتبر الميزانية ترتكز على زيادة الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية. هذه هي اتجاهات الصحافة السودانية هذا اليوم فيما يتعلق بهذا الخبر. نرجو أن ينضم إلينا الدكتور يحيى الحسين رئيس حزب البحث السوداني لنتناول هذه الجزئية في مجملها وبين يدي التشكيل الوزاري، وما هي الأسس والمعايير التي استندت عليها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك القادمة، وكيف يمكن أن تتبادل القوى السياسية الأدوار فيما يلي تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المحدودة. هذا الملف نتناوله مع الدكتور يحيى الحسين رئيس حزب البحث السوداني إن كان قد انضم إلينا عبر الهاتف. الخبر الآخر، ريثما ينضم إلينا الدكتور يحيى الحسين، هنالك خبر عن متعلق بحركة المجتمع السوداني إزاء الحكومة وإزاء تحديات الاقتصادية والسياسية التي انتظمت الساحة خلال الأيام الفاضية، حيث وصفت المجموعات من الطرق الصوفية دعت لإسقاط النظام ووصفته بالفاشل، حيث حذرت جماعات من الطرق الصوفية في لقاء جامع بمسجد الشيخ الكباشي الحكومة من عدم المساس في قوانين الشريعة الإسلامية. نعم، معنا على الهاتف الدكتور يحيى الحسين أو يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني، مرحبا بك دكتور. السلام ورحمة. دكتور يحيى، نناقش في هذه الجزئية من خبز المطابع اليوم إرهاصات التشكيل الوزاري ومطالبة الحزب الشيوعي بإسقاط الحكومة الحالية بمكونيها المدني والعسكري عبر الاستقالة. أولا، ما هو تعليقكم في حزب البعث السوداني وفي تنسيقية قوى الحرية والتغيير على هذا الخبر؟ والله يا أخي شوف، هي طبعا
المحاصصات واللهات ولا المناصب، المسألة دي يعني كانت يعني حدثت مباشرة عند التشكيل بالرغم من وضوح الصورة الدستورية. يعني مثلا نحن كحزب كنا ضد ما يسمى بالكفاءات المستغلة، كنا مع الكفاءات الملتزمة حزبيا اللي هي مدركة ومطلعة على البرنامج وممكن يعني هي تكون أكثر كفاءة في تنفيذ برنامج الثورة. بالإضافة لأنه الكفاءات الملتزمة هي كفاءات ممكن تكون مدعومة من أحزاب وأحزاب ممكن تحاسبة وممكن تغوضها وممكن تكون مطلعة على الأداء بتاعها. نعم. باعتبار أنه الأداء يعني بينسحب على الحزب كله يعني. عموما يعني لما حدثت وغلبنا في هذا الامر يعني وانتصر الرائد بيتكلم عن المحافظات الكفاءات المستقله. نعم. بعض القوى السياسيه التي كانت يعني ضد ما يسمى بالكفاءات المستقله هي التي بادرت سعت عشان تمثيل فيه الإياد في الزمان كلها. نعم. يعني حكومة على المجلس السيادي على يعني مجلس على كذا للأسف يعني. نعم. وما أكيد مع هذا والآن طبعا المسألة دي يعني صراع يعني قديم اللي هو الدائر حتى في تغيير بشكل الحكومة اللي حتى يعني هي تدار في معظم يعني مفاصيل الكفاءات جات بالصدفة يعني من يعني ناس قطاع أو يعني تكنوقراطية كانوا موجودين في البلاد والدول. فيعني نحن يعني نحن ضد المنح ده. نعم. ونفتكر انه الفشل ما فشل خاص يعني، ما فشل يعني فشل برنامج. يعني اساسا الناس غير ما عندهم يعني شوفوا شو ذاك. يعني وحتى الان لما جينا نعيد تشكيل الحكومه الناس ما اتفقت على برنامج لاكمال حقيقه ذلك. وأقول طبعا الناس المستقيمين في الشوارع عشان يكونوا جزء منهم ما مقتنعين على البرنامج الأساسي هو التغيير اللي ينصب على يعني إقامة دولة الإنهاء الاجتماعية. نعم. يعني واضحة من السلوك اللي من الحكومة اللي هي ما يعني فيه يعني إدارة المسألة الاقتصادية من نيابة المواطن. نعم. فما في إنسان صفر راضي يروح. نعم. دكتور يحيى. نعم. دكتور يحيى يعني الآن هنالك حالة تشاكس شرسة جدا بين مختلف مكونات ائتلاف قوى الحرية والتغيير حول التشكيل الوزاري المرتقب. حزب الشيوعي أحد المكونات الرئيسية الكبيرة، كذلك حزب البعث السوداني. الآن تتحدثون عن فشل. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني، ولكن تبقى التساؤلات قائمة طرحتها المطابع اليوم على الساحة. كيف يمكن أن يعاد ائتلاف قوى الحرية والتغيير على أساس جديد بينما يقول الحزب الشيوعي أنه فشل في الوصول لنقطة التقاء مع من وصفهم بالقادمين من منظمات شغلوا وظائفها وظلوا مرتهنين لسياساتها وعلى رأسها البنك الدولي؟ هنالك طعن واضح من المكون الشيوعي داخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير في الحكومة الحالية وفي الذين في القادمين الجدد، هكذا وصفهم الحزب. إذن هذه هي الرؤية الآن بين يدي التشكيل الوزاري القادم، تشاكس شرس بين مكونات ائتلاف قوى الحرية والتغيير، ملفات لا زالت مفتوحة حول محاصصات بين مختلف القوى السياسية المتربصة الآن للحصول على نصيبها من الكيكة التي يبدو أنها تفرقت أيدي سبأ لمكونات كثيرة متشكسة لا يجمع بينها إلا ائتلاف اسمي
وائتلاف قوى الحرية والتغيير. ننتقل إلى خبر آخر، خبر دعوة الطرق الصوفية لإسقاط النظام، حيث دعت أكثر من 50 شخصية يمثلون قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية إلى إسقاط الحكومة، وطالبت ببيان شديد اللهجة بإقالة المكون العسكري أو استقالة المكون العسكري والمدني لإتاحة الفرصة للملمة شعث الساحة السودانية. وهذا خبر بالتأكيد يعبر عن الحراك الكبير الذي انتظم الساحة السودانية الاجتماعية ومختلف مكوناتها حول الحكومة الحالية والحكومة القادمة. هنالك استباق ما يشبه الاصطفاف المدني لاستباق التشكيل الوزاري بين يدي الفشل الكبير في الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي منيت به حكومة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن، هكذا رأت المطابع اليوم في خبزها الطازج. ووصفت الشخصيات المجتمع الصوفي أصحاب الأهداف الحزبية بالفشل، وشددت على محاكمة كل من تسبب في تردي الأوضاع وزيادة الحال سوءا وانهيارا وتكوين حكومة مدنية دون محاصصات حزبية، الأمر الذي قد يستحيل مع الحالة الحالية من التشاكس والحالة الحالية من التدافع من قبل القوى المدنية التي تحاول الآن الحصول على كيكتها من التشكيل الوزاري القادم. الخبر الثالث لهذا اليوم خبر متعلق بكذلك الحراك المجتمعي الكبير، ارتباك في أول يوم من مزاولة العام الدراسي بالخرطوم، وحيث برزت دعوات مكثفة بمواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنهج الجديد، مطالبة بعدم تدريسه، والتساؤل حول هل سيستمر العام الدراسي في ظل الظروف الاقتصادية المأزومة، ومسألة المناهج التي أوجدت حالة من الرفض الشعبي، هل يتوقع أو يتوقع أن تكون هنالك انتكاسة أخرى في العام الدراسي الجديد ويتم تجميده، إضافة إلى خبر آخر متعلق بتسرب ملحوظ وبأعداد ضخمة من المدارس الخاصة. يمكننا عمليا أن نقول أن العام الدراسي لهذه السنة قد تم تجميده بالكامل، حيث فتحت المدارس أبوابها اليوم في الثاني أو في الأول من فبراير، وهذه حالة ربما لم تحدث في الساحة السودانية قريبا. لمناقشة هذا الملف كذلك نزعد بانضمام الصحفية الكاتبة سهير عبد الرحيم، إن كانت موجودة معنا على الخط لتفيدنا في هذا الملف الشائك، وهو ملف بالتأكيد يحتاج لوقفات. يبدو أن تعقيدات المنهج الجديد وإقالة مدير المناهج وعدم طباعة الكتاب المدرسي حتى الآن والاختلاف الكبير بين مكونات الحكومة المختلفة حول المنهج الذي يراد تدريسه لتلاميذ التعليم العام هذه السنة ستؤدي أو أدت هي بالفعل لا نستطيع أن نقول تجميد العام الدراسي، ولكن تعثر هذا العام الذي بدأ في فبراير لأول مرة في تاريخ الدولة السودانية. إن انضمت إلينا الأستاذ سهير عبد الرحيم ستناقش معنا هذا الملف لنقدم خدمة طازجة من خبز المطابع. الخبر الآخر خبر اشتباكات الشركاء المتشاكسون، الحركة الشعبية شمال، هنالك تلاسن بين القيادي خميس جلاب الذي هاجم زميله أو رفيقه ياسر سعيد عرمان واتهمه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له. يقول الخبر أو متن الخبر أن هنالك اشتباك، يعني الحركة الشعبية على لسان جلاب تتهم عرمان بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في مهاجمة مكونات الحكومة الحالية، حيث رشحت أنباء خلال الأيام الماضية عبر الصحف عن مهاجمة الرفيق ياسر عرمان للفريق البرهان رئيس مجلس السيادة ولمكونات حزبية مختلفة. رأت الحركة الشعبية على لسان جلاب أن عرمان قد تجاوز صلاحياته الممنوحة له كأمين عام للحركة الشعبية شمال، فهل هي بوادر انقسام جديد في الحركة الشعبية قطاع الشمال بعد خروج عبد العزيز الحلو، ومدى تأثير الخطوة على اتفاق سلام جوبا؟ صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح كلها تساءلت هذه التساؤلات المشروعة، باعتبار أن الحركة الشعبية قطاع الشمال كانت أبرز الموقعين على اتفاقية سلام جوبا التي بموجبها سيتم تشكيل الحكومة. يقول متن الخبر أن الجنرال إسماعيل جلاب هاجم الرفيق عرمان مهاجمة شرسة في محاولة منه لتحجيم دور الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان. أرجو أن تكون الأستاذ سهير عبد الرحيم قد انضمت إلينا للحديث حول ملف المدارس، وإلا سننتقل إلى الخبر الخامس في هذه الخدمة من خبز المطابع لهذا اليوم، حيث وصل البلاد اليوم رئيس بعثة
البعثة الدولية المشتركة يونا تاميس الألماني فولكر، وكان في استقباله فريق اللجنة الوطنية برئاسة السفير عمر الشيخ. السفير عمر الشيخ ولجنته الوطنية طلب منهم في السابق أن يعدوا التصور الوطني لممارسة البعثة لصلاحياتها، عطفا على خروج بعثة اليونا من دارفور وحضور الفريق العمل الدولي للإشراف على العملية الانتقالية في السودان، وهو ملف كذلك يبدو يعني ملف شائك. تباينت القوى السياسية السودانية في مواقفها منه، حيث هاجمت بعض الأحزاب ومكونات المجتمع المدني السوداني، وهنالك كان تحفظ من المكون العسكري لاستقبال هذا الفريق باعتبار أن رئيس الوزراء كان في فترة من الفترات قد طالب بما يشبه الوصاية الدولية على الملف السوداني، الأمر الذي استنكرته القوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطني السوداني. هذه الملفات الشائكة على طاولة الأحداث والناس تم استعراضها اليوم، وستكون هي الملفات التي تنتقل من خبز المطابع خلال الأيام القادمة لصحف الخرطوم. في الصورة المبعوث وفي استقباله رئيس اللجنة الوطنية السفير عمر الشيخ، واضح أن التفاهمات قد اكتملت إزاء هذا الملف الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حتمية حول صلاحيات هذه البعثة، مدى تدخلها في الشأن الاقتصادي السوداني بالتحديد، وإنذار وشتة البنك الدولي هكذا يصفها المراقبون. هي إذن عملية معقدة تتطلب البحث في أضابير تكليف هذه البعثة، والخطاب الشهير الذي بعث به رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للاستجابة لهذا الطلب من السودان الوطني، وتم استنكاره في حينه من قبل رئيس مجلس السيادة والمكون العسكري داخل مجلس السيادة، وتم إغفال لهذا الملف بطريقة جعلته بعيدا عن مانشيتات الصحف وعناوين الأخبار خلال الفترة الماضية. على أي حال ننتظر الأيام القادمة لتثبت لنا ما هو التفويض الذي أتت به هذه البعثة للخرطوم على أنقاض بعثة اليونامد الدارفورية الشهيرة. لدينا ملف اليوم، ملف متعلق بزيارة أو أصداء زيارة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو لدولة قطر خلال الأيام الماضية. ما الذي جرى في هذه الزيارة، وكيف كان إبرازها في الصحف ووسائل الإعلام الخارجية والداخلية، حيث اهتمت الصحافة العربية والعالمية بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بزيارته للدوحة. جاء في صحيفة الوطن عملت قطر على توظيف الزيارة التي بدأها السبت نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأخرجتها من الإطار التقليدي الذي أعلنت عنه الخرطوم بشأن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية. وجرى استثمار المصالحة الخليجية خلال مباحثات حميتي مع كبار المسؤولين في قطر، وفي مقدمتهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وبعثت الدوحة برسائل للسودانيين تشي بأن المناخ مهيأ للعودة إلى الدوحة دون الحاجة إلى تبريرات. عملت الدوحة على استخدام زيارة الوفد السوداني الرفيع كمنطلق مهم لطي صفحة قاتمة بين البلدين عقبت سقوط نظام الرئيس البشير، وشهدت فتورا ظاهرا بدأت علاماته تتغير مع التوصل إلى مصالحة خليجية. حسب المصادر الدبلوماسية فإن حميتي يتطلع خلال زيارته إلى طلب وساطة ودعم قطر بين السودان وإثيوبيا وتفعيل مسار الحوار الوطني السوداني وتعزيز العلاقات بين البلدين. رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي كتب في تدوينة عبر صفحته في الفيسبوك قائلا: عدنا للبلاد اليوم بعد زيارة ناجحة إلى دولة قطر الشقيقة رفقة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير المخابرات جمال عبد المجيد. وأضاف حميتي: ناقشنا خلال الزيارة مستقبل العلاقات بين البلدين والقضايا المشتركة. يذكر أن الاستثمارات القطرية في السودان تقدر بنحو 3.8 مليارات دولار حسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة بين الدول التي تستثمر في الخرطوم. هذه الزيارة بالتأكيد زيارة لها أبعاد تاريخية باعتبارها أتت عقب مقاطعة شبه معلنة عقب موقف الخرطوم من الأزمة الخليجية. انتهت الأزمة الخليجية، انتهت كذلك النقطة الأخيرة في سطر العلاقات السودانية القطرية، وشكلت زيارة النائب الأول لمجلس السيادة حميتي لقطر أبعاد جديدة ربما سيكون لها ما بعدها خلال الأيام القادمة في الساحة السياسية والاقتصادية السودانية.
أرجو كذلك أن ينضم إلينا للتعليق على هذا الملف الكاتب الصحفي محمد عبد القادر مستشار تحرير صحيفة اليوم التالي. بالتأكيد هذه الزيارة يعني تصدرت عناوين الصحف في الخليجية باعتبار زيارة برضو أتت يعني تبعا للموقف السوداني الجديد بعد الانفتاح الكبير على دولة قطر من مختلف مكونات السياسية بالمنطقة، وسيتطلع السودانيين بلا شك لانفراج في الملف الاقتصادي عطفا على هذه الزيارة التي تشكل كذلك دعما سياسيا كبيرا لدولة قطر، وتشكل نقطة أو علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين البلدين عقب الأزمة الخليجية. أرجو أن انضم إلينا الأستاذ محمد عبد القادر أن نناقش هذا الملف ملف اليوم، وإلا سيكون التعليق على هذا الملف حاضر خلال الأيام القادمة على طاولة خبز المطابع على قناة درمان الفضائية، وكذلك على الصحف السودانية التي تنتج هذا الخبز طازجا. وفي الصورة المعبرة التي يعني تداولها السودانيون في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لاستقبال الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر للفريق محمد حمدان، الذي التقى كذلك رئيس مجلس الشورى القطري وبعض المسؤولين برفقة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين. يبدو أننا لم نتمكن من التواصل مع الأستاذ محمد عبد القادر. كان هذا ما لدينا من خبز المطابع لهذا اليوم، إلى أن نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله.